اخش تاني اساس كده مع مالك اساس كده. انت بعد ما غلبت اصلي فيفا وهو يعني مكسوره كده هو كسب عشان هو في 8 ماتشات. انت عارفين لما الفرقه تلعب على ارضها بيبقى صعب جدا انها تخسر 8 يا جدعان. وانا كسبه 2 8 مش مكسوف انت بتقول والله مكسوف. انا كان نفسي اتكلم جدا في الجزء بتاع دعاء ده, وكنت حابب ناس يبقى عندها زي جايد كده. في ناس تبقى مش عارفه تقول ايه, ادعي ازاي, طب الدعاء طيب اعرف منين اذا كان مستجاب ولا مش مستجاب, طب انا عايز الدعوه دي, طب انا عايز دي بالذات حتى, طب انت تقول له طب ادعي بس ربنا لو في خير, يقول لك لا بس انا عايز دي بالذات. عايزين بقى نخش كده في المحور. بص يا سيدي, اول حاجه وانت بتدعي يعني ارمي كل حاجه كده, يعني عارف تجرد مش طبيعي, وادعي باللي يجي على قلبك. اللهم ان كان وان كنت ادعي باللي في قلبك. زي ما بتكلم انا بكلمك كده, كريم انا عايز منك حاجه, يا رب انا عايز كذا, يا رب انا محتاج كذا, وتضرع وتذلل لان انت بتدعي ملك. تدعي يا رب يعني ايه تتضرع وتذلل؟ معلش انت كده يعني انا هقول لك ده كلام كبير, ده كلام كبير. لا كلمني كلام واقعي, كلام على الارض. انا لما اجي يعني لما اجي اطلب حاجه, لما حد بيجي يطلب حاجه, واحد فقير جدا بيطلب من الملك, حضرتك لو سمحت لو تاذن, انا والله العظيم انا ضعيف جدا ومش محتاج. التذلل ده في حق البشر ذل وحاجه مهينه, لكن في حق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك يا اخي, كل نعم انت فيها منه. فتذلل لي ان انت تقعد كده بين ايديه وتقول له يا رب انا ولا حاجه, يا رب انا مفيش مره الا وانت نجيتني فيها, مفيش مره الا وانت خيرك كله عليا, انا ماليش اي خير, الخير كله في يديك, انا ماليش اي فضل. تذلل, انسى, ارمي نفسك, يعني امحي نفسك من وجود كانك مالكش اي فضل ولا اي دور في الحياه, وهو ربنا سبحانه وتعالى المتفضل الاول. زي ما ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول في سوره مريم, كاف يا عين مصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه واحد نداء خفيا, قال له إيه؟ قال ربي إني وهن العظم مني. ده بقى لما تيجي تطلب مسألتك قبلها اشكي حالك, ربي إني وهن العظم مني, أنا ضعيف, أنا محتاج الأمر ده, أنا فقير, أنا ههلك يا رب لو أنت ما انجنتنيش. واشتعل الرأس شيبة, بيتذلل ليه ويشكي له حاله, ما طلبش منه حاجة, بيقول له حاله دلوقتي. واشتعل الرأس شيبة, وبعدها ايه؟ ولم اكن بدعائك ربي شقيا. هي دي رقم ثلاثة, ان انت يا رب انا عمري ما شقيت وانا بدعيك. تقول له يا رب انت طول عمرك عودتني على النعم, عودتني ان انت ما تردنيش, عودتني ان انت دايما بتسترني, عودتني انت دايما معايا. ولم اكن بدعائك ربي شقيا, عمري ما شقيت وانا بدعيك. واني خفت الموالي من ورائي, دي بقى حاجة دينية, واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. بعد ما قال له التذلل والتضرع وذكر فضل ربنا سبحانه وتعالى, فهب لي من لدنك وليا. سبحان الله. افتكر برضو كان سيدنا ايوب عليه السلام لما كان مريض ما دعاش اصلا بالشفاء, قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يعني هو بس ايه, انا عارف يا رب ان انت لما هقول لك ان مسني الضر مش خلاص انت مش محتاج ان انا اطلب منك. سبحان الله سبحان الله. طب دلوقتي ده كده الطريقه اللي انا او المفروض اخش الدعاء بيها او التحضير النفسي اللي بهيئ نفسي بيه وانا داخل ادعي. دلوقتي جيت بقى ايه, انا وانا بطلب في حاجات مش عارف جت ما جتش, اعرف منين ان انا دعوتي مستجابه, ابقى مطمن ان طب انا خدت ثواب على الدعوه دي ولا لا. الجزء التنفيذي بقى بتاع الدعوه, النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بدعوه الا كان له بها احدى ثلاث. طبعا انا عشان ما اتلخبطش في نص يعني اقول فيما معناه, ان اما ان يؤخذها كما هي, ان الله عز وجل يؤتيه دعوته كما هي, زي ما دعيت زي ما تجيلك بالظبط. ودي مفيش حد اظن في العالم كله الا وجرب ان هو يدعي ويجيله زي ما هو, حتى يتعجب هو سبحانه كان يدعي في حاجه هو مش شايفها مستحيله اصلا وتجيله, او الله عز وجل يكفر بها من خطاياه, ربنا يمسح عنك بها من ذنوب انت تستحق بها ان انت تهلك, والذنوب دي يمسحها ويمسح عاقبتها. يعني من عواقب الذنوب اللي انت ممكن تعاقب على ذنب انت عملته, فربنا يصرف عنك سوء كان هيقدر عليك بسبب ذنوبك بسبب الدعاء. سبحان الله. اول حاجه الاخيره ان الله عز وجل يدخرها لك يوم القيامه اجر. الله عز وجل يعني اجر يوم القيامه, تتمنى ان دعوات كتير جدا لم تجاب ليك بسبب الاجر اللي انت هتشوفه بسبب الدعاء. طب هل ادعي بحاجه معينه؟ يعني في بعض اهل العلم قال ادعي ان ربنا, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
يعني معنى الحديث برضو، ان انا بقالي كتير ما خلاص حديثي، اللي هو اذا اراد احدكم شيء حاجة فليلح في المسألة، يعني ادعي الحاجة دي والح على ربنا سبحانه وتعالى فيها، لكن ما تستناش من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يجيبك بجهل زي ما انت بتدعي بجهل. حلوة دي بقى الجملة دي، الجملة دي يعني ايه بقى ايه الجملة دي؟ يعني ايه يعني ايه يجيبني بجهل زي ما بدعي بجهل؟ يعني انت بتدعي انا نفسي مثلا في عربية، يا رب انا نفسي في العربية الفلانية دلوقتي او بعد فترة، نفسي في العربية دي، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان العربية دي قد تكون سبب هلاكك او مصيبة اكبر من العربية دي. حلو. فربنا سبحانه وتعالى لو اجاب ليك هل ده خير؟ لا طبعا. يبقى منعه هنا علم ولا جهل؟ اه فهمتك. بس هي دي، ان انت بتدعي بجهل مطلق، يا رب انا نفسي في الفلوس دي، ممكن الفلوس دي تجي لك تعمل بيها حاجه تتداين، تبقى مصيبه الفلوس دي اكبر من ربنا سبحانه وتعالى يمنعها عنك. كان في مقوله في الحته دي اللي هي بتاعت اللي هو ابن عطاء ده، اللي هو كان بيقول لك اذا علمت السر في المنع العاده المنع عين عين العطاء. سبحان الله. طيب احنا دلوقتي بنقول ان انا هدعي، فالدعاء كده كده كسبان بالظبط، ما فيهوش يعني ما فيهوش تضييع، الدعاء لا ياتي الا بخير. حلو. فانا دلوقتي المفروض ان انا في رمضان اكثر من الدعاء بتاعي، اكثر من الدعاء في كل وقت وحين. بس في حاجه بقى انا افتكرتها، خلينا ممكن احط برضو حته، ما انا برضو مسلم من حق ان انا اتكلم يعني، ولا ايه ولا ايه يا شيخ محمد؟ واحده من الحاجات اللي دايما الواحد بيقع فيها وبياخد باله منها، ان هو في اندماجه في الدنيا بيتحول دعائه كله لدعوة دنيوية. فده تذكرة لينا وكلنا يعني، ان خلي جزء دايما من دعائك للي هي الاخرة، اللي هي ايه خير وابقى اللي هي بقى الدائمة. فدايما ادعي ان انت تكون ربنا يعني يحفظك من عذاب القبر، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الجنة، ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عليك هول يوم القيامة. حاجات اللي الواحد لما بيسمعها بيبقى مخضوض وخايف، دي اعتقد ان هي اولى ان الواحد يرتكز عليها في دعائه عن ان انا عايز العربيه الفلانيه ولا انا عايز. كان اللي هو معلم الدعاء اصلا كان اكثر دعائي اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ودي اكثر دعوه، يعني لو انت عايز دعوه انصحك ان انت يعني تفضل مثبتها طول رمضان، كل يوم ده الدعوه دي. انت شايف حواليك، انت شفت بعينك وكلنا شايفين بعيننا كل يوم ناس بتتساقط، يبقى اللي هو الرمز والعالم وال لو هم تظنش اصلا ان ده انت تضحيه، ده من 10 الاوائل، ال10 المبشرين في الجنه، الاوائل دي عشان متعود منافسه واوائل عيني كده عيني كده معلش حبيبي معلش معلش. فسبحان الله فعلا يعني، هو وبرده فكره الثبات، ان دايما انت مالكش فضل في اللي انت فيه ومالكش فضل في الثبات ده. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عليك ان اسلمت، لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ده يعني من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب شباب جزاكم الله خير، يعني الوقت مع الشيخ محمد ابراهيم اللي هو الدكتور اللي هو مش شيخ اصلا حاجه يعني ما تتعوضش خالص والله، بس يعني احنا لازم بقى ننزل عشان نلحق الفطار. يلا جزاكم الله خير و سلام عليكم. حلو جدا، انبسطت؟ اه والله. ما بدايقكش انا وانت بتتكلم صح؟ لا خالص بقى.